بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وندموش اهتوش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بزاري ولت الله سبحانه وتعالى كلا عندهم بتكتاتاي لم يكتلوت بروغرامو تشاتشن يمرد كلاتشهن يا إمام النووي يتبالوت سماتشو يحيى ابن شرف النووي تبلو يميتاوقو بسوريا نوا يميبال أكابي يتولدو سوناتشو با سدستنياو النا اسكا سباتنياو بالو سنشريلاي ينبرو سوناتشو بتام بعلماتشو يتاوقونا بتام بزو مصحفوچن يصافو عالم ناتشو كمصحفوچاتشو با امام الشافعي مذهب لاي المجموع يميبالو كتاباتشو 212 مجلد ويم 21 مجلد مصحف اللاتشو 21 فوليوم مالتنو اندزيوم دغمو با حديث زوريا بمصطلح الحديث اندزيوم دغمو با حديث ليلى 40 النووية كميلو كتاب ليلى رياض الصالحين بتام بزو سوتش يمياوقوت يهونونا بتلايو قنقوش تترجمو بعالم لاي بتام تاواقي كونوت كتابوچ بتلايو رؤسوچ لاي ينبيون صلى الله عليه وسلم حديثوچ صفاو زغبو كاستواوقون تلك عالم ناتشو ادمياچو 145 بيتشا نبر مالتم بوطاتنتاچو نو يالفوت مالت يچالال نغرغن لاسلمنا يابركتوت መጽሐፍም ሆነ علم ከእድሚያቸው ጋር ፈጽሞ የማይመጥን ሆነ በጣም ትልቅ የሆኑ عالم ናቸው። ይህ ከሚታወቁበትና በጣም መርጠው በሐዲስ ዙሪያ በጣም ብዙ የእስላም አንኳር የሆኑ ጉዳዮችን የሚያትቱ የሆኑ ጣላላቅ የሆኑ ጉዳዮችን የያዙ ሐዲሶችን 40 ሐዲሶችን መርጠው የጻፉበት ትንሹ መጽሐፋቸው ነው። 40 النووية تبلو يتاوكال بليلا الترار عندان دي 40 النبوية يلوتال 40 النبوية كتبالة ينبيو صلى الله عليه وسلم 4 نققروش لمالتنو 40 النووية كتبلو دمو بميتاوك باتجزي يا إمام النووي يتعفوت 4 حديثوش لمالتنو كزيه متحف لاي يمجمراو يمجمراو هونو تزقبو يميقنيو حديث سلا نية إنما الأعمال بالنيات سراوش هلو بنيانو يميلو. يهن الحديث إمام بخاري رحمه الله يزقبو تسيهون عندهم كتابات شون يجمع ربتم نو إمام بخاري رحمه الله كتابات شون يتعفوت كتاب بدء الوحي ويمدقمو يا وحي يا الله سبحانه وتعالى رأي كسماي ودى نبي صلى الله عليه وسلم يمتابتن هوني تاوش انديتن دنبرا انديتن دنبرا نبي صلى الله عليه وسلم كالله غار سبحانه وتعالى كونتاكت ميادر قوت ويم انديتن دنبرا ملئكت ميبت الله شو يميلون قداي يميزر الزرنا يمياتتو يهونو قدايوشن بميانا سابت وقت اهي كار اسو غارا يمايهد بيهونم جن نية يميلون كتاب فتلة فت يمجمرا بدء الوحي ويم يوحي قداو تشن من ملكته متأهفو لي يمجمرا حديث أرغوتال علماء اوش يتلي آية التاني لمستات مكرو لمن دنو إمام بخاري سلا وحي ليا ورا فلقو ويم سلا وحي يميانا سابت تيهونو رئيس لي انديت سلا نية ازيقا آمد تانا آنا الساو آلو نا يتلي آية التاني وش ستو كزاوست عندانوش منالو إمام بخاري ينيان رئيس بزيه بوحي قداي لاي باللبت يانا السابت مكنات سراوش بمولو بطرونية بملكام استساسب لاي يتمسرتو انديهونو يفلق علي ميلون لما سايتنو يميلو قالو ليلوش دمو منالو إمام بخاري يهنن صحيح يمي بالون ويمتك لن يونو ينبيو صلى الله عليه وسلم زقباوشن بمزقب ببت وقت كالله سبحانه وتعالى وجي ليلا نقر منهم أهلا ما يلينيهم يا الله سبحانه وتعالى وديتها يا الله سبحانه وتعالى أجر يا الله سبحانه وتعالى فيت فلقينو
እና ሌላ ዓላማ የለኝም ብሎ ለሰዎች ለመግለጽ ነው ብለው ዑለማዎች ትንታኔ ሰጥተውለታል ወይም ምክንያቱን እንደዛ ነው ብለውለታል እንግዲህ ያም ሆነ ይህ በዚህ ሐዲስ ዙሪያ ይህ በንያ ወይም ደግሞ በሐሳብ በተለያዩ ቃላቶች ይገለጻል ኢንሻአላህ ወደፊት በዝርዝር በደንብ ስለምገባበት ኢንሻአላህ የበለጠ ግልጽ ይሆንልናል በዚህ ሐዲስ ዙሪያ ዑለማዎች የተለያዩ አስተያየቶችን ሰጥተዋል የሐዲሱ ከባድነት ወይም የሐዲሱ ምንነት በተመለከተ ማለት ነው ከዛ ውስጥ የመጀመሪያው ይህንን ሐዲስ የዘገቡት ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ናቸው رضي الله عنه ከዑመር ኢብኑል ኸጣብ ሰማሁኝ ብሎ የሚያወራለን ሰሃቢ ይህንን ታቢዒ ይህንን ሐዲስ ያወራው ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ሚንበር ላይ ሆኖ ነበር ይላል ስለዚህ ሌላው ኢማሙ ቡኻሪ ይህንን ሐዲስ የመጀመሪያ በመጽሐፉ ላይ የመጀመሪያ ያደረገበት ምክንያት እንደ ኹጥባ መነሻ ኹጥባ ላይ ወይም ማንኛውም ዲስኩር ወይም ንግግር በሚሰጥበት ወቅት መጀመሪያ ሰዎች በንግግራቸው ሆነ በሥራዎቻቸው ላይ ማንን አስበው መስራት እንዳለባቸው ወይም ዓላማቸው መጀመሪያ ግልጽ መሆን እንዳለበትና አስተሳሰባቸው ግልጽ መሆን እንዳለበት ለማሳየት የተጠቀመበት ስለሆነ ዑመር የሱን የዑመርን ኢብኑ الخطابን አስተያየት ወይም ሐሳብ የማጉላትና በኹጥባ የመጀመር እንደ ሙቀድማ ወይም መግቢያ ማለት ነው በዛ አይነት መልኩ ለመጀመር ነው ብለው ዑለማዎች ይናገራሉ ሐዲሱን ዝርዝር ውስጥ አሁንም ከመግባቴ በፊት ሐዲሱን በተመለከተ ከተነሱት ሐሳቦች ውስጥ ኢማሙ الشافعي رحمه الله ይህንን ሐዲስ አስመልክተው ምን ይላሉ ስለ ንያ ወይም ስለ ሐሳብ ስለ አመለካከት አንድን ሥራ ለመስራት የሚያነሳሳን ነገር በተመለከተ የሚያወራው ይህ ሐዲስ በዒልም ወይም በእውቀት ደረጃ አንድ ሶስተኛ ይሆናል እንዳለ የኢስላም እውቀቶች በሙሉ ለሶስት ቢካፈሉ አንድ ሶስተኛውን ፓርት የሚይዘው ይህ ሐዲስ ነው ይላል ሌላ ኢማሙ አህመድ እነዚህን ሶስቱን ሐዲሶች በመወሰን ደረጃ ላይ ይህንን ሐዲስ አንደኛ انما الاعمال بالنيات ويم سراوچ ሁሉ በንያ ነው የሚለውና ሁለተኛው من احدث في امرنا هذا ما ليس منه የሚላለ ማንኛውም ስራን ከኛ ከአላህ ወይም ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ የሌለበት ነገር የሰራ ከሆነ ተቀባይነት የለውም የሚል አጠቃላይ የሆነ ሌላ ሐዲስ አለ ይሄንን ሐዲስ እዚሁ 40 ነውያ ወይም 40ዎቹ ሐዲሶች ውስጥ አምስተኛው ላይ እናገኘዋለን ወደፊት ኢንሻአላህ በዝርዝር እንማራዋለን ሌላው ደግሞ ሶስተኛው የአንድ ሶስተኛውን ሌላ ይወስዳል ተብሎ የታሰበው ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልሐላሉ በይኑን والحرام بين وبينهما امور مشتبهات يميل الله حلالنم حرامنم جلص ادرغوتال بمحكل دغمو اوزاغابي يهونو حسابوچ አሉ ከነዛ ጋር በተያዘስ ምን አይነት አቋም ነው ልንወስድ የሚገባው የሚሉትን እና ሌሎችንም ነጥቦች አካቶ ዝርዝር ያለበትን ሐዲስ እነዚህን ሶስቱን በስራቸው በጣም ብዙ የሚያቀፉ ናቸው የቁርአን አያቶችን በውስጣቸው የሚካተቱ ሆነው ማለት ነው ልክ እንደ ራስ እንደው እስልምና ውስጥ ይግቡ ቢባል እነዚህ ሐዲሶች በዋና 3 ደረጃ ተከፍለው የሚቀመጡ ናቸው ይሏቸዋል ስለዚህ ይህ የሐዲሱን ክብደት እንግዲህ ትንሽ በተወሰነ ደረጃ ምን ያህል እንደሆነ ሁላችንም ግንዛቤ እንዲኖረን ፈልጌ ነው ሌላው ودا حديث تناغاري عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمن متابتوك تنش سلسو لمالت أمير المؤمنين كنبي صلى الله عليه وسلم هلفت بهلا مسلموچن بتكتاتاي كمروت أن يمؤمنوش أمير هونو خليفة هونو كسروت سووش مهكل ولتين يونو كأو بكر قتلو السونة برنا مالتنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم بتلاكو وعليكم السلام نبي صلى الله عليه وسلم بتلاكو بسدستنياو عمت لاي نبر يسلمو نبي صلى الله عليه وسلم بتلاكو
بسدستنياو أمت لين نبر يسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيسلم صحابة وشو رضي الله عنهم أبرو ينبروت من إلى اللو كذاك عمر مسلم بهلا بتأم بزوج أنا ينبر ربن بمولو كل اللي بلو لنال مكنياتهم بتأم يمي فروت النا بتأم يمي كبروت ليلو شو بتلي ليلا مشركو شو نزي تاو تاو يانو شو بمولو بتأم كمي فروت النا كمي كبروت سو أندوس لنبرة السو بمسلمو بتأم بزوج أجرش كل اللي نال لنا هيا أسست أمت ياهل بأسلم الناس كقية بوهلانو قدي كذا بوهلا يموتوا مالتنا رضي الله عنه وأرضاه يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لج يهونتشون حفصة يتبالتشون نبي صلى الله عليه وسلم أقب تواتال سلزي عمر بن الخطاب أما تشمنو علي بن أبي طالب رضي الله عنه دقمو يا نبي صلى الله عليه وسلم لج أقب توال عندنا يا أقوت لجنو أبو بكر صديق دمو رضي الله عنه اندزه لجون ستواتشوال لنبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها سلزي عائشة حفصة فاطمة نزي بمولو بمان زوريا عثمان بن عفان دقمو أردتن يو خليفة كنبي صلى الله عليه وسلم ولت لجاتشونا قبتوال عندن يو رقية ولتن يو زينب عندهم رقية كالسقارة تايزة أبرا حبشة هجرة كالر رقود سيتوش عندوانات إهي بتقام تلالك information نو بدن ببتيزو ترونو إن شاء الله مكنياتهم سلاحة بشانكوان عندان ليبا من ناس تواوك بطوقت كمن الناقرات شونا نبي صلى الله عليه وسلم صحابة وچات شو ودا حبشة هجرة عدر قوال بلن بمن ناسا بطوقت كمن ناساو انكوار يهونو نتبوش نو وقيا يعني نبي صلى الله عليه وسلم لج انداوم با تلايو زقبوش كمي تكاسو نقر عندو وقيا يا نبي صلى الله عليه وسلم ليج ارغز نبرج ويم حصان ليج يزا نبره هدچونا يا حصان ليج بسدستورو وي كذا بانس ادمه ازاو حبشا لاي موتو ازاو اند تكبرم يميناغرو بتون يتال سلازي يه تسسر يا نبي صلى الله عليه وسلم يا نبي صلى الله عليه وسلم غابچان عندان مكناتياوي كميادرغوتنا የተለያዩ ምክንያቶች ከመሰጡባቸው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጋብቻ ሁኔታዎች አንዱን ከመያንጸባርቀው አንዱ የዑመር ኢብኑል ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ጉዳይ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያገቧቸው ሴቶች ከኸዲጃ ውጪ አኢሻ ብቻ ናት ወጣት የሷን የጋብቻ ጉዳይ በተመለከተ ከሚገለጽበት ነገር አንዱ ምንድነው አቡበከር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ከወዲሁ ከነብዩ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለው ቀረቤታ የበለጠ ተሰስረን የፈጠረለትና ለኸሊፋነቱ يعني መንገድም ከጠረጉት ነገሮች አንዱ ናቸው በጣም ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀርቦ ብዙ ምስጢሮችን ብዙ የቤት ጉዳዮችን ከልጁም ጋራ እየተነጋገረ አንዳንዴም በነብዩና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአኢሻ መሐከል ሚከሰቱ አንዳንድ ነገሮች ሲኖሩ እንዳስታራቂም ሆኖ የሚገኝበት ሁኔታ ነበርና يعني أبو بكر صديق رضي الله عنه نبي قال صلى الله عليه وسلم بتام قرب يهون باتشو ونيتاوش عندونه إيه أماتشنة ودع علي ابن أبي طالب سنمت عندزه علي ابن أبي طالب شقاو فرسنيا إلو عند ينيا منزوما صحافي علي أبا طالب شقاو فرسنيا وديهم أماتشنو وديهم ودينيا وديهم إقرينيا وديهم زماتشنو وديهم يمساسلو إنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه كفاطمه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لجاره يتغابى اندزهم اراتنيا بنبي صلى الله عليه وسلم متك هناو خليفه هناو كغلغلوت عندنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاند صحابي كذا يا لاند تابعي كذا لاند تبلو باند اند سو بتشا يتسمى يتنغر حديث بتشنيا حديث ايه بتشانا ايه عند حديثون ليتم يادرغونا عند علماءات هنا حديث تنش تنكاريون كتلايو ليلوچ حديثوچ يورس انجي براسو بتام تنكار ادلن بلاو اسكا مفرد يدرسوبت نو نغرغن بترغومو درجه مالت وستو يازو انكار ملكت اندزيوم باوستو ياكاتتاچو
تذكرني يا يهونو ملك توش كقرآن حسا وش جا نزوم ليلة كنبي صلى الله عليه وسلم حديث وش جارا بتعمي تتعت عملنا منهم أينت كإسلام جاري ميجا شو كونسبت وش توصل لي لبعد بعلماء وشو زند ملو بملو تكبينت هونو بتعم عندهم كمن شرشرو حديث وش عندنا بزوج كتاب وش هتشون سيجمرو يجمرو بتعال ينن حديث مالتنا انقدي ودا حديثه بكت تاسمتا مجمرة حديثه سيجمر إنما الأعمال بالنيات إلان إنما الأعمال بالنيات ليلة حديث كليلة زقبا يتورى ألا إهننو حديث أسم الكتو إنما الأعمال بالنية إلان أزيلا نيات إلوال أزيلا نية إلان ولدتم يتلايون أتشو نيات مالت بزونو بزو حسابوش بزو علاماتش سيهونونو وين بزو ما النساشوش نغروش سينورونو بالنياغن عندنو سلازي انديت عدرغنو يمنايو وين أفساسر انديتنو لميلو إنما الأعمال بالنيات كالن ودا سراونو ميملسو سراوشو يتلايو بهونو كتر لنزا يتلايو حسابوش سلالو ياننو مياملاك تويلالو جن إنما الأعمال بالنية يمتلوك هنا سراو يفلق ببزا علامة وجن يمسر الله توانا علامة ويا الله سبحانه وتعالى في التفلق وصله هنا نية يمتلوك قال ودا الله سبحانه وتعالى إخلاص يميلو إنه يمياسعي ويم لا الله ترت ما درجن إنه يمياسعي ولا نية يميلو عند طريق قالوا كعربية ودا أمارية قالوا بمنوسط بتجزي حساب مالتنا عندن نجر لمسرات ما السب عندن نجر لمسرات ما السب مالتنا ويم دقمو بليل أمارين يا من البات بعربين ياو العزم يميل سلالو العزم يميلو قال ودا أمارين ياو نمسن كيرو موسن مالتنا عندن نجر لمدرج موسن هي بتقام قلسي هنا يمسلن يال بكت تاو دا أمارين ياو سن كيرو خص كذا بحالا من هنا بزو غزي حساب يميلو قال هوليم سينسا يمن سران هو نو مناغنيو يلب سران ما حساب يميلو نغر يلب سرانو سلازي عند نغرن لمسرات لبوناچن سيوسن يعني النغر لماس لمادرك سياسب يزاني يا نيا ميبالو نغر تگنيا معناتنو لذي نو لسان العرب يميبال ب በጣም ከሚታወቁ ትላልቅ የአረብኛ ዲክሽነሪዎች አረብኛ በአረብኛ ዲክሽነሪዎች አንዱ ከታወቁት መጻፎች አንዱ ሊሳኑል አረብ የሚል ነው የሚገርመው የጻፈው ኢብኑል መንዙር የሚባል አፍሪካዊ ነው አፍሪካዊ ሰው ነው ኢብኑል መንዙር አልአፍሪቂ በጣም በአረብኛ ቋንቋ ጽሑፍ በጣም ከሚታወቁ ትላልቅ ዑለማዎች መካከል በአብዛኛው አረቦች አይደሉም አብዛኛዎቹ የፋርስ ሰው የ فيروز أباد لمسال يهندسو قرطبة ياندلوس سووش يمساسلوس ناتشو كزاوست اغن بتعام باهونو ساعت بوبولار هونو بتعام تلكي هونو مزحاف من نيوم عاليم يقوانقوا نگر سيصف بقوانقوا درجة اكالي آلة كتبالة بتعام يمسام مالتي هونو مزحاف لسان العرب يبالان لسان العرب يمبالون مزحاف يزعفو ابن المنظور يمبال أفريق أو يسونو ان اذا مصحف لا نويت نيه ونواتا يلنا اي عزمت وانتويت مثله ما لتن يلوال لك اهون اندالنو عندن نجر اسبكن وسنكن يعني النجر اسون يمثل نجر لما درك عقدكن ويم علمكن ما لتنو بلو بزي عينت ملكو يجلصوا كذي بحالا اصطلاحا ماننياوم قال عندان ديغزي بقوانقوا درجه በቋንቋ ደረጃ የሆነ ትርጉም ይኖረውና ግን እንደ እስላም አተረጓጎሙ ግን የሚለይበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ይሄንን ነገር ምን ይሉታል ዑለማዎቹ ሉጋተን ይሉታል በቋንቋ ደረጃ እንዲህ ነው ይሉና እስጢላሃን ግን ማለት በእስላም አጠቃቀም ግን ይሄንን ቃል እስላም ግን ሲጠቀመው እንዲህ ነው እንላለን ለምሳሌ ጾም እንላለን ጾም صوم يميلو قال بعربية ودا أمارية سنلوطو متاك أب مالتنا صوم أكالي
كمن ناجر صومة لنلين شلالن كمن ناجر من مونا وارهونا مال تكوت أبا مالتنا ترجو ما كوت أبي ميلون قال إساتان جن عند إسلام جن ما صوم ميلون قال جن ستنا جمو من دون اللي هون ميشلوا مالتنا ك صحاي صحاي كموت أتوا بفيت فجر ويم جوه كم كقددا جزي جمرو صحاي إسكم تتألك درس كم جيب كوها كجبرس جاجن يونت إن ليلو تشم كتكلك كلوب صوم كم ياس قد داتشون جروج ما قطب تبلو يفسره لازينو صوم ميلو قال بقرآن لاي لمسالة سورة مريم لاي مريم عليها السلام يا عيسى ويم عيسى عليه السلام النات لجون يزا والداو مالتنو عيسى عليه السلام كيتا من تاشو تبلاسة تتأيك ملسو اندمي شقرات النان دمي كبدات سلاوك الله سبحانه وتعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما أني لا الله سبحانه وتعالى صوم تسيا لهنا كمن ناجر تقوت بياله بلا عند التتكم وين قال يا رجال سلزي كمن ناجر ما قوت أبن من بلوت أروا الله صوم بلوت أروا سلزي عند قال بإسلام بقانق درجة هنا سم لينورا ويشلال سلازي كقانقوا تنستن عندن نجزي عندن فردوش عندن ست تنك كأي مدرة قال لبت عربي ناس لا يشال عند سو يهونك آلن وسدو عندف اللي قال يادر قاي تشلم عتك أكاموس إسلام عنده من تتكامو هنن قال بمن أينس ملكوني يترقومو يميلون قديتا يميتاي بتوني تعلم عليهم سلازي كذا أقوياء نية يميلو قال قصد نية يميلو قال بشريعة ويتن التاني صوست عينات درجة وشالوت عندن يو أعمنو بك أتك على يهونا أترقوا قوم اللو السو من دنو عندن ابن القيم عندزيوم ابن تيمي ميبالو ليلوش معلماء يستطوت حسابنو السو من مالتنو نية بلو مالت عمل القلب نو بلو يلب سرانو يميلون أتك على يهونة ترقوم سيساتوت كذات النش جامك تدرقو ليلة ترقوم سينورو إيه جنرال كهونوس تنش وسدك أدرقو سياسك أمدوت قصد الإنسان بقلبه ما يريد بفعله عندسو لمسرات ياسبون لمسرات يفلقو النقر بلبو سياسبو مالتنا ترقومو إلان هنن ممثل بإمام الشافعي مذهب تنتاني لاي من إلالو النية هي سفينة النجاة متبالوات إنش كتاب لسن كرام من البت تزكالاتو ويمشو جاعي ويقربون نموش تزكالاتو النية إلى النية قصد شيء مقترنا بفعله إلى من مالتنا النية نية بلو مالت قصد شيء عند النجر ما سبنو مقترنا بفعله كسرا وقهرا بما يهاز إلى ويمسراون لارر قوسي المالت سلذي كسرا وقهرا يتهازا نجرنا هي هلمك جات زنبلو حساب نعمل يميلوت اللموت أثنى مقترنا بفعله كسر أو قرأ بثا أزنت ودو لأدر سيفلق قاونوس دوال ويم يهونا وضو مدر رقبت بوتالا تزقاج تونو صلاة مليسا قدسي لندزاو مسكيد قبتو ويم ودا مسكيد إيهدان وإياسا ويالو مالتنا انجي نيا يميلو نجر زنبلو بيتشاوني مدر رقب نجر اندالو هنا لما سايتنا هي هلتين يونو كذا بتام خاص هنا من يلالو الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالا لحكمه يلالو من مالتنا بتام تقلل بلو بتام ركك قالك ترقوم ست النساء من مالتنا لب ودع الله سبحانه وتعالى مقطعت ويم يا الله سبحانه وتعالى أجرنا يا الله سبحانه وتعالى شروطا ويمندا كجلو عندن سرا لمسرات من نساساتنا يميل ترقومي ستوتان سلازي ودزي نيونو تقلل لنل يمن شلو ليلو ترقومو لما أقرب ياهلنو يانساهوت نقرقن بتقام تلك النابة أبزان يو يمياس السبن نقريهن كبادو مهنو لازيهم نو علماء اتشو ملالو نبي صلى الله عليه وسلم نبي النت ما أرك كمستت وبفيت الله سبحانه وتعالى غار حراء مبالو واشا يهلو
ودا الله سبحانه وتعالى لباتشون اندي ازورو سو يميادرغون طفات اندي استنتنو اندي ادرغو لياستكاكلو اندي ميچلو يهنن فطور كقمارو كسوسين كسوسينتو كليلام كليلام عالم اندزي بدنيا سمط بلو الله سبحانه وتعالى يرسابت الله انتو يتلايو طاوتاوتوچن يمياملكبت يكهونو هيوتو انديت ادرغينو كزي عالم اوتچي ودا حق نغر يماماطاو يميلون نغر سياسبو بتام من ياسفلق نبره كبوزو نغر صدت مالت ياسفلق نبره سلازي لباچون لذا لا الله سبحانه وتعالى اخلاص سيازجاجو نو يلالو اندزوم نبينتم راسو ما ارغون كتسطاتشو بهالا نبي صلى الله عليه وسلم بتام قرب كهونونا نبينتاچون كما وجاتهم ياوجون باللبت هنيتا باللبت هنيتا بتام الله اطبقو كازازاتشو نغروش عندو يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا صلاه انت يتشفافنك وسويه انت اندزي وحي بميوردباتشو وقت يدنغطوت ددغاتي اساسواتشو በጣም የተጨነቁበት ሁኔታ በነበረበት ጊዜ ከዛ አይነቱ አህዋለህ ወጣና ይሄን አድርግ ብሎ አላህ ካዘዛቸው ነገሮች አንዱ ቁም ሌይለ ኢላ ቀሊላ ለሊቱን በሙሉ ቁመው ትንሽ ብቻ ነው መተኛት የሚፈቀድልህ ንስፈሁ አው ይንቁስ ሚንሁ ቀሊላ ወይም ግማሹን ያልተኛ ወይም ከዛ ትንሽ ቀንስ አው زيد عليه ወይም ትንሽ ጨምርበት ይላል አላህ ልባቸውን ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የማዘጋጀት ስራ ነበር የሚሰራው بتلي عندان يا اسلام قدايوش لاي لمسرات يمن ناس بسوش بدعوة قداي لاي بتلايو اندزي اينات واندموش هون يا زاكشوت اينات يا سلام ليلا مان نيوم اسلاميك نقروش لاي يمن نساسا سوش علامات شن تلك ايهونو سوش بزي نقر متاقزن دال لبنن بزاو ياسا ينال بنية قداي لاي عندان علموش ملالو لبين نيوان لمستكاكل በውቀት ዙሪያ ምሁን በመሳሰሉት በመሰራቸው ነገሮች ፐርፌክት እንደሆን ምክንያቱም የነገሮች ሁሉ መሰረት ስለሆነ ማለት ነገሮች ለማስተካከል ወሳኝ ስለሆነ ያን ነገር እንዲስተካከልልኝ ለማድረግ አላህን ሱብሃነ ወተዓላ ብዙ አመት ፈጅቶብኝ ከዛ በኋላ ነው ደረስኩበት ያንን ይላሉ ምክንያቱም አንዳ አሁን ለምሳሌ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመጣባቸው ፈተናዎች አንዱ ገና ሰፋ ላይ መጣው እኔ ነብይ ነኝ كذي بفي تامنوني نبرا محمد سلاچو صادق تلوني نبرا سلازي بزي بكل طور متابلاچو تامنوني اللهچو سلاچو انديت انت ما وشت موكرن بهناقم انا منهلن انجي بلاو نبر نبي صلى الله عليه وسلم مثل يالاچو بهالا كن نبيነታቸውን በሚያወጁበት ወቅት ግን ከአጎታቸው ጀምሮ ابي لهب تب تبلكن يالاچو يعني من مالتنا كسر مالت ويم ايه ياس كو نجر ايسا كالله انده مالث نو انا اجون ارغفو بزيانات ملكو نو يهدو ابو لهب مالث لازانو تبت يدا ابي لهب ولت اجوچو يكسرو هونو بلان ولغزي من قرابت مالث نو انا الله سبحانه وتعالى يهنن كالا بوهالا انزي سوچ من دي نبر يمتوت لنبي صلى الله عليه وسلم يهنن نبينتهن كتوك ምንድነው ያሏቸው ሴት ነው የምትፈልገው የፈለገውን ሴት ከዚህ በርጣን ከኛ ውስጥ ምርጧን ሴት እናመጣለን ዱንያ ነው የምትፈልገው የፈለከውን እንሰጣለን የፈለከውን sultaan ነው የምትፈልገው ከኛ ውስጥ የመጨረሻ ንጉስ ከፈለክ መልክ እናረጋለን ሌላም 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 ብዙ ነገር በጣም ኃይለኛ ፈተና ነው አንዳንድ ጊዜ እኮ የእቁብ እንኳን አላፊ ተደረጋለ ሲባል አንዳንድ ሰው በጣም ይቸገራል ለመወሰን ይሄን ነገር እናርግ ይሄን እናርግ የትንሽ እስላማዊ ድርጅትም እንደዛው አሚርነት የሆነ ነገር ምናምን ከሆነ በጣም ብዙ ነገሮች ላይ ሲዘብራርቅ ታገኙታላችሁ ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአለም ላይ በዛው ወቅት ባለው ሁኔታ በጣም ገናና ባሉበት ሁኔታ በአረቦቹ በዛው ባሉበት ሁኔታ ላይ የቁረይሾች ዋና ሆነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኑ የዛ አካባቢ የነበሩት ጎሳዎች በሙሉ ሐላፊ እናድርግ እንደፈለግ ገንዘብ ከኛ ውስጥ የመጨረሻ ሀብታ እናርገ የመሳሰሉትን ብለው የዚህ አይነት ልብን የሚፈታተኑ ነገሮች ነብዩ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተተውባቸው ነበር
سلازي إهنن ليا شنف ويا شالوت إهنن نجر ليا سوغدو ويا شالوت أن إهنن فتنا البت سولي ألف ويا شالوت بمدنا ونيان ودا الله سبحانه وتعالى مجمرة يتستككلج قلسي هونج نجر الله إهن النجر بايزاوي دنيا لاي بالو سوتش من ناقين ياتشوالن دنيا لاي لا دنيا بلو يهون النجر على ما يبلو كوسانو زي ترارا لاي نوت ألان بلو ميوت سوتش نالن عارلني ألمن اندازي هلن زور ألان بلو نزا نروت ألان بلو لباتشو ميفان الدام بيهون يعو لي روت وسنو روت أولياتشين عصر شيك مترم تون ألمن تون بيشا روتاو ياتشي ميفلقوات تارجيت ليدر سالو سلازي إنيا دقمو لايازنو علامة إسلام ወይም ለምንፈልገው ማንኛውም ነገር በእስላም ጉዳይ ላይ ለሚነሱ ነገሮችም በራሳችንም ህይወት ላይ እስላማዊ የሆነ ህይወት ለመኖር በተሰባችን የመሳሰሉት የሚፈታተኑ ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው እነዛን ነገሮች ሁሉ በጥሰን ማለፍ የምንችለው እነዛን ነገሮች ሁሉ አሸንፈን መውጣት የምንችለው ከምን سننسى ነው መጀመሪያ ንያ የሚባለው ነገር ወይም ልባችን ከአላህ ጋር ሱብሃነ ወተዓላ በተያዘ ترتي عليك كلتش عليك قلص هنا على ما سنورا على بل الزاقن يتلايو نقروش تألفون إيالن راسها تشنا نيهاج وربرنا من نورا هل قزين مالتنا الزيقاء بقافو يونا نقر إلال قنا عرقهم الزيقاء يونا نقر إلال عرقهم الزيقاء يونا نقر كالي قبال يا نقر هاي فتسهم بكا بزيانة ملكو ولا واي عندم أقوام إليلو عندم አንዳንድ እኮ ሊያወራ ይችላል በጣም በጣም ብዙ ሊያወራ ይችላል ነገር ግን ዋናው ነገር ምንድነው ወደ ተግባሩ በመንመጣበት ወቅት ግን ያንን ሰው ያ ቦታ እናገኘው ስለዚህ ነው عبارة ሌላው አገላለጽ ከውስጥ ከልብ የመነጨ የሆነ አንድን ስራ ለማድረግ የሚያነሳሳ ሆኖ ያ ነገርን ደግሞ ምንዳው ከአላህ ነው ሱብሃነ ወተዓላ ብሎ ምንም አይነት ከዛ በኋላ ደግሞ የማይቀላቀልበት ይሄ ደግሞ በጣም ትልቁ ነገር ነው አንዳንድ ጊዜ ነገሮች ይቀላቀሉብናል ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገር ምን ፈልጋለን ለምሳሌ ሸኾች አካባቢስን መጣ ዒልሙን ዓሊም ነው ዒልሙን ለምሳሌ ለሰዎች ማስተማር ይፈልግ ይሆናል ወይም ደግሞ ለሰዎች ማሰራጨት ይፈልግ ይሆናል ወይም ይመስል ግን ከዛሽ ጋራ ግን አብሮ ምን ሊመጣበት ይችላል ሰዎች በጣም እንዲወዱት እንዲያከብሩት ሸኽ እንዲሉት በአገራችን አንዳንዴ እንዳለው አይነት ለምሳሌ የሆነ ምግብ ነገር ካለ የምግብ አይነት ካለ ለሸኾቹ ተብሎ ለብቻ የሚወሰን እንዲኖር የሆነ ነገር ላይ እሱ ካልገባበት አይቻለም እሱ ካልወሰነ እንዲባል ይሄ ነገር ይገባብናል ሌላም ሌላ የሆነ አካባቢ ላይ የሆነ አንድ እንደዚሁ በእስላም ጉዳይ ላይ አንነገር ሲጀምር እንደዛው የተለያዩ ነገሮች ላይ ክብር ነገር حج አድርጎ አንዳንዶቹ አይተን ከሆነ አንዳንድ ጊዜ አንዴ አንድ ሰው ሲነገረኝ ምን አለው حج የሚለው ስም እንዴት አልተጻፈም ብሎ ሊጣላ ወሰነ ይላል يعني حج ያደረገው ለአላህ ግን حج የሚለውን ቃል ይፈልጋል ይሄ ደግሞ አስቸጋሪ ነው ወይም በተለያዩም ነገሮች ማለት ክብር መፈለግ ሊሆን ይችላል ስም መፈለግ ሊሆን ይችላል እሱ የፈለገው ውሳኔዎች አንዳንዴ ከዱንያ ነገሮች ጋር እሱ የወሰኑ የሚፈልጋቸው ነገሮች እሱ حرام እንዳይባል የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ حلال ብቻ እንዲባል የሚፈልጉ ነገሮች ይሄ ሁሉ የሚፈታተኑን በጣም በዳዕዋ ዙሪያ ላይ የሚመጡ የተለያዩ ፈተናዎች ናቸው ይሄ ሁሉ ነገሮች ሊታለፉ የሚችሉትና የምንፈልገው ዓላማ ላይ ልንደርስ የምንችለው ከምን ጋራ سنያዝ ነው ከአላህ ጋር Subhanahu Wa Ta'ala ጥርት ያለ ይሄ አይነት ዓላማዎች የማይቀላቀሉበት ሰዎች እንዲያከብሩት ሌላው ቀርቶ ሶላት ላይ عند በጣም ከመጠቀሱ ከሆነት የድሮ ታሪኮች ውስጥ አንድ አዕራቢ የገጠር ሰው ነው በጣም ቆጆ አይነት አቋቋም ቆሞ ሲሰግድ አየዋለው አንድ ዓሊም እዛ ውስጥ ማለት እና እንዴት የሚያምር ሰላት ነው የሚሰግደው ብሎ ሲናገር ሰማ ለሌላው አንድ ጓደኛው ማለት ያ አዕራቢው ምን አለ ጾመኛም እኮ ነኝ አለ ይባላል ግልጽ ነው እዛው የሰገደ ማለት የሰገደ ጾመኛም እኮ ነኝ ግዲ ምን ያህል يعني ስለዚህ አንዳንዴ ሰላት ራሱ ስንሰገድ ዒባዳ ስናደርግ ምናምን የሚቀላቀልብን መሆኑን ነው የሚያሳየን ግዲ ሌሎች ነገር ላይ ደግሞ ይሄ ጥቅማጥቅም ያለባቸው ነገሮች ላይ ደግሞ ምን ያህል ሊቀላቀሉ እንደሚችሉ በጣም ግልጽ ነው ማለት ይሄን ሁሉ አሸንፎ መውጣት በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሰጠው ሰው ነው ይሄ ነገር በጣም ገርም የሆነውና አላህ ያግራለን
الله يقرأ لنا إنه زنبلون إنه براسه بنعمة وببركة والله سبحانه وتعالى يقرأ لنا هي تلقونا قرنا كليلة وكذي قارا العزم والإرادة يميلوا لهن زاري من البات زيلة بتشانو مبكاكاو مكناتهم مهيدا الشلم كذي بلاي النية إنما الأعمال بالنية سيل إنما يميلوا يا عربي يا قال أداة حصرين الواتان أداة حصرين مما لثنو نية بزرانجي وسرى بنيانجي أيهون من دما لثنو لما سرنو قل ما سر سبا ليلا نقر أس قبا مالت نية بسرى بسرى بنية بتشانو ليلا نقر أس فلقو مالتنو يميلون اندايا سيز علماء وچو إنما يميلو قال أداة حصر مهنو لاي خلاف اللباتشو بو علماء وچو زن مكناتم الله قرآن لاي إنما أنت نذير إلا چوان نبي صلى الله عليه وسلم أنت أستنقاكي نهنجي إلا چوان قل نسا چو أستنقاكي بچاي دلوم منم ناچو أستماريم ناچو يمسا تلزي عربين يقالو ليلا بوتا لاي وصلونا أزيغا إيه بچالا مالتا دلوم قل إنما الأعمال بنية سبال سرا بنية نو يبني هونو نية عندو بارتنو ليلا نقر مالو لمسالي مستكاكا لاللبت سراو ينبي صلى الله عليه وسلم لمسالي سنة مكتا لاللبت لمسالي سلاتي ليلا ميقوا ببث نقر على نقر قن عندو قن سايقبا يا سرا بفتصو اي كبالوهم كمي بالوتنا وستاينت اواج قن عندو مندنا نية نو سلاتي نية مالت وستاو يهون حسابنو ليلا ازي كنية اقار عبرو يمين نسوت نقروج ማንኛውም ስራ በአላህ ዘንድ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተቀባይነት ሊኖረው የሚችለው ጥርት ያለ የሰውየው ቁርጣዊ የሆነ ውሳኔ ለአላህ ብቻ እንደሆነ እርግጠኛ የሆነ አስተሳሰብ ሲኖረው ነው ይሄ መጀመሪያው ለናየው የሚገባ ትልቁ ሐሳብ ከዛ በኋላ በአላህ ዘንድ ሱብሃነሁ ወተዓላ انما يميلوا ሌላው ቃል በአላህ ዘንድ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተቀባይነት ያለው ስራ እኮ إيه بنية بترات لا يتمسرتون ولا مالتنا ومالتنا مكناتهم الله سبحانه وتعالى كمان يبلت أناتن يا مهرون راسو من أجرنال نبيهم صلى الله عليه وسلم من أجرنال بسو بعبادة وزوري عليه مالتنا يا إسلام ويسر عليه بتلي بتنكاك كاسن سارا زي لابد طام على رام لو وندو موتشي توتشيم بإسلامي قد دايلي بميهون قد دايلي ك علمنا كعليم وشكار كشيخنا كشيخ وشكار كإسلامنا كإسلامنا سراغا بتهازه كصلاة كعبادة كحلال كحرام كمسا سلوت قار يتهازه بميهون ببت وقت بات آم الله سبحانه وتعالى يبلت ممتنك قال لبن ما السبا لبن بات آم لمن ليلا نقر لاي سويو بدونيا قداي بمسا سلوت قداي وش لاي بيساسات بياج وربر من بيل هي ليلا نقرنو من الباتم دنيا شنفت شمنا ببالبتون يتامال نقر قن إهين يولاي بأ الله سبحانه وتعالى زوريا بتلي يمجمرا بتوحيد زوريا لي كالله قار بتهيازة منم عينت كنت أهتي أهل لبات شنوست يما قارات نقر لينورا يقبام يما قارات وهيدت كمن دنا مجمرا يولين يسمولين يادنكوين منا من كم ميلون مجمرا إهي عندونو لازينو الله سبحانه وتعالى عند بوتالى سورة الأنعام لي من إلال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الله سبحانه وتعالى كسدتشو أزرئتنا اندزيوم يتلايو انسسات وش مهكل كالله وجلال لهيل درشا الرجل لهيت لال من مالتنو إهي هذا لله فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا إهي لشركاء تشاتشن لمشركو لمناش لطاوتا وتشاتشن ايشي دغمو لا الله بلو اسكمتو يلال هي سوره الانعام لاين كذا من يلال الله سبحانه وتعالى فما كان لشركائهم فهو يصل الى شركائهم لهي لشركاء اوتشو لطاوتوتشاتشو بلو يمدبوت على لا لا فما كان لشركائهم وما كان لشركائهم فهو يصل الى شركائهم على مجمر لا شركاء اوتشو ويم لا تاوتو اوتشو بلاو ياسبوت او لا شركاء اوتشو يدلاتشو لا اندزيو ما لنا الله ميال وما كان لله فهو يصل الى شركائه دقامي اهونم لا اللهم بلاو يوسنوتم لا شركاء اوتشو ساتتشاتشو الو الفلق ميلان الله
هي سورة الأنعام لاي الله سبحانه وتعالى من يهل بس هو قد لاي كنا ينامونون يا شيخ بقى لسو كسبتهم ريم الفلقم لاج بقى اني مفلقو من مالسون الله سبحانه وتعالى ترت يا لج لاني بتشا نو يميلو الله سبحانه وتعالى سلازي يا عبادة يا إيمان يا إيمان قداي يا دي إسلام قداي يا مسا سلوت قداي يفلقن كذا وغهراغن تايزو في مسمون من فلق بتك هنا مالتي بتام من متاوق من فلق بتك هنا ايه عنده يا شرك بحرينو رياء يلوتال نبي صلى الله عليه وسلم بتام طقور نغر لاي طقور دينغاي لاي طقور يهونهش تنش انسسا عند طوچان عينتوا بتهد باغروا دمصون ميسما الله وينو دمصون ميسما يلم ادلم بتام يكبدان چلما لاي بزي لاي چلما لاي طقور چلما لاي طقور ዲንጋይ ላይ ጥቁር የሆነች ጩጫን ስትሄድ በዛ አይነት መልኩ ድብቅ በሆነ አይነት መልኩ የሰው ልጅ ውስጥ ልብ ውስጥ የሚቀላቀል የሆኑ የተለያዩ ስሜቶች ናቸው የገንዘብ ፍላጎት የክብር ፍላጎት የተለያዩ ነገሮች እንደዚህ የዱንያ ፍላጎት የስሜት ወደ ሴት ሐሰድ ምቀኝነት ኩራት እንደነዚህ አይነት ነገሮች ውስጡ ተቀላቅለው ሰው ይሁን ንያውን ወይም ይሄ يا عباداون يا نياون استساسون من شفت كم يادرغوبت نغروش ناتشو بتام اسچغار يونو ناتشو سلازي الله سبحانه وتعالى بزي لا هنن قال ليلا اندزو بحديث لا نبي صلى الله عليه وسلم حديث القدسي لا حديث القدسي لا ويم نبي صلى الله عليه وسلم الله علين بلو كم ياوروچو حديثوچ وست من يلالو نبي صلى الله عليه وسلم من اشرك معي فيه غيري يعني عند انسرا من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه الى الله سبحانه وتعالى من مالتنا كني غارا عند ينين سرا يسرى عند عباده قد يدين قد يسرى كذا غارا يهونش نجر لياقلاقل يفلق سو قال سراونم اسونم تشيلت الله الى الله سبحانه وتعالى سلازي مندنا يفلقوا مالتنا ما يقبل الله الا ما كان خالصا له عز وجل لسو طرت يالج نجر قال هنا مستقر ايقبلم مالتنا سلازي بتلايو سراوچاچن لا يميقلقلودن سميتوچ ماشنف مچال ميبالو لذي نو ايفن انداندي صلاه لنسجد انداندو سو محل بميهونبت وقت لمثالي يسجدال ويم سو محل بميهونبت وقت صلاهو تنش رغا يالجنات ግን ብቻውን በሚሰግድበት ወቅት ግን ተደፍ ተደፍ ያለች ናት ይሄ علي بن ابي طالب ነው ተከሰ علي بن ابي طالب ሪያና اخلاصه ለመለየት ከፈለክ ብቻህን ስትሰግድና ሰዎች ጋር ስትሰግድ ያለው ኢማም ሲያረጉት አንዳል አርዝሞ ሰዎችን የሚያስቸግራል የኛ አይነቱ ከዛ በኋላ ደግሞ ብቻውን በሚሰግድበት ሱና ሲሰግድ ካየው በማራቶን ነው የሚሰግደው ስለዚህ እንደዛ አይነቱ እንት ላይ እንደዚህ አይነቱ እንደ ቁራ አትስገዱ ለምሳሌ የሚል ሐዲስ እንደዚህ በጣም ችክል ማለት ወይም ቀደም እንዳልኳችሁ የሰገደ ሰው በጣም ሰላቱ እንዴት ያምራል ካሉት ማለት እየጾንኩም እኮ ነው ብሎ የሚጨምረው አይነት ማለት እና ይሄ ነው ሌላ እንግዲህ በመጨረሻ የምጠቅሰው ነገር ምንድነው ከመዝጋት በፊት ይሄንን ራስ ንያ የሚለው ነገር እንግዲህ ከንትን ጋር አይደለም የተያዘው በንግግር ላይ ከንግግር ጋር የተያዘ አይደለም አንድ ሰው ወይ በሐሳብ ደረጃ በቃ ይሄን ነገር አረጋለሁ ይሄን ነገር አረጋለሁ በሚል ብቻ የተያዘ አይደለም ወይ እንዲህ ሆነሮ እንዴ ግን እዚም ላይ አንድ ሰው የኡነቱን አስቦ አንድ ነገር ለማድረግ ለምሳሌ ሐዲስ ላይ ከተጠቀሱልን ሐዲሶች አንዱ ምንድነው የሰው ልጅ ከልቡ አንድ ነገር ለማድረግ በደንብ ወስኖ ከልቡ ማለት በትክክል ውሳኔው ብቻ ጥርት ያለች ትሁን ከዛ በኋላ የቻለውን ያህል ተንቀሳቅሶ ሰውየው يا غن يا سبو درجه بايدرس اند درس ام يصافبت يهون حديثوچ አሉ ለምሳሌ ለሶላት ያለው አቋም ጠንካራ ሆኖ ጀማዓ ሶላት ለመስገድ በጣም ጥሩ ውሳኔ ያለው ሰው ከልቡ ከሆነ አንድ አንድ ጊዜ በተለያዩ ምክንያቶች ጀማዓ መስገድ ባይችል እንደሰገረ ይቆጠርለታል መስጊድ መጥቶ በር ላይ ሲደርስ ሰዎች ሲወጡ ቢደርስ ልክ እንደሰገደ ከነሱ ጋር ይቆጠርለታል በነብዩ ሐዲስ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማ ሰለክቱም ዋዲያን ወላ ማ ሰለክቱም مسلكا او ما قطعتم واديا الا شاركوكم في الاجر حبسهم العذر الى النبي صلى الله عليه وسلم انذا بيتاچو
بيتاتشو ممتات أكتواتشو بهمن بمساء سلوت بعوذر مكنات يكاروت سوچكو ازي جهاد لأي نانتا بمتر رامدوت نگار بمتشولكوت مانن يوم شلوك وميهون ترارا يمتوتو تنبولو عجر النسو يسات تفالو كنانتا غار لذينو بونجلم عندان علماء شميلانو اندزاو بونجل برب أسبو علم ونجل لمسبات يهدمسو يهدتشون يهدون يهل بچار اللهم يصافبت بيهدن نابي ساقالت نورو يمي عرقات شونا قروش بولو بزرزر يصافبت هلالو قل عندان وچونو ونجل الله سبحانه وتعالى مرونا للالو سلازي بمرن نميشان اننا اندزي ايناتو اندزي ايناتو چوني تاوچان قل بحساب درجا قل حساب وري بتشاي يهونونا وشات يهونو نغروش كن كونو زمبلو ايه لا مراغ راسن لمسقال يميدرغو نغروش كن كهونو الله سبحانه وتعالى يا بابو ليلا منافقوچون نو اندزا ميوصفاچو من لمثال ايات لا ميلال ومنهم من يقول ومنهم من عهد الله ومنهم ميلال من عهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين كنرسوست الله بيسطن جنزبن بيسطن انيا صدقه كميسطوت انهون علن بلو مياسورو قالو يلال ويم اللهن قال ميغولت قالو يلال جن يلنا فلما اتاهم من فضله سوره التوبه فلما اتاهم من فضله بخلوا به يلال جن الله سيسطاچو جنزبون اجاچو سيغبالاچو سسسطو يلال الله سبحانه بخلوا به وتولوا وهم معرضون له لك قال اندال قباسو فصموا منهم على ينم السمانن بلوا شمتط بلوا جرباچون ستهو هيلو الى الله سبحانه وتعالى كذا ميلال اندزي بمادرغاچو يتنسى فاعقبهم نفاقا في قلوبهم يهنن بمادرغاچو لباچو است نفاقا الله صافباچو الى الله بتشانو مياكو الله سبحانه وتعالى يطبقن سلازي بتلايو نغروش لاي بتلايو نغروش لاي اندزيو بليلاو يقران اياتوش لاي اندزيو من يلالو يلال لمثاله بجهاد في سبيل الله ليوچو صحابهوچ بمولو بميوطوبت وقت الناس يالوطوت سوچ من يلالو لا خرجنا معكم يلالو يلال انيا اندو كو بناق نورو وي اندي بيون نورو اندزي بيون نورو كنانتا غان نو نبره بلاو يا يناغرالو يلال الله سبحانه وتعالى قال من يلال والله يعلم انهم لكاذبون وشاتاتشو كذا انت نسيلو مكنياتون سيزرزرو انونتهنيا سوچ كهونو يلال ولو ارادوا الخروج اونتنيا يهونا نيه اونتنيا يهونا وساني بينوراچو نورو ولو ارادوا الخروج لا عد له عده اذا جاتيو نبره من كلكلاچو فراسون يزاجاجو نبره طورونم يغزو نبره منام علاچو برو علاچو كله نجر سلازي اندي بيهون نورو اندي نارغ نبره يالو بتام اندي بيهون نورو اندي بيچا ميلوتن سوج نياچو زمبلو يا الوجيني هنا ما يتشبط يهونو زمبلو بيچا يا منا بيهونو نغروچن الله سبحانه وتعالى نيا واست ايكتاچو سلازي بزو نغروچاچن گن يزا اينت يمسلالو بزوچو يعني بحساب درجه نو اندي نارغا يالن ادمياچن يالقن سلازي እንማራለን የምንል ሰዎች ትምርት ቤቱ ጋር መሄድ ነው ደፍተሩ ማዘጋጀት ነው መጻፍ ነው የመሳሰሉት እስልምናን ይዛለው የሚሉ ሰዎችም እንደዛው አንድ በቫይበር የተላከች የሆነች አንድ መልእክት አይቼ በጣም ገረመኝ ምን ነው የሚለው ከዚህ በፊት አይቼው ነበር ግን አሁን እንዳጋጣሚ መልእክቱ ሲመጣ ደግሞ በጣም ተቻረገኝ አንድ ሰው በእድሜው ወደ 22 አመት ይተኛል 8 ሰዓት ቢተኛ ያውምኛ ከዛ በላይ ይተኛል አይደል በ24 ሰዓት 8 ሰዓት ብቻ ቢተኛ 22 ሰዓት ይተኛል አለ 22 ሰዓት ይተኛል አ 22 አመት ሶሪ 22 አመት ይተኛል 22 አመት ከዛ በፊት እንግዲህ የኛ ልጅ የሚባለው 15 አመትም ሆኖ ጭቃም ያቦካው ነው አይደለ ስለዚህ 15 20 አመትም ድረስ እንግዲህ በተለያዩ በጫውታ አሳልፈናል ስለዚህ 20 ሲደመር 20 ስንት ሆነ 40 ምናምን አለፈ ማለት ከዛ በኋላ ከመተኛት ውጪ ያሉ ነገሮችስ አሁን ምናሳልፍባቸው የተለያዩ እነዛ ህይወቶቹን በሙሉ ደሞ በተደማመሩባቸው እንደዛው በጣም ብዙ ናቸው እነዛ ሁሉ ተጨምቀው እንግዲህ ለሰላት ለዲን ለምና ምንፈልግበት በጣም ትንሽ ነው በጣም ትንሽ ሰዓታቶች ናቸው ስለዚህ ያቺን እንደምን ማኔጅ አድርገን አንዱ ይሄ ነው ይሄ አሁን ምን ማማራው በሳምንት አንድ ቀን ነው የተባለው አንድ ቀን ብቻ ነው አይደለም አንድ ቀን ሙሉም አይደለም እንደዛ የተባለው ሁለት ሰዓት ሁለት ሰዓትም ምናልባትም ሙሉን አንድጠቀም ለጠላዩ ለጥያቄዎች አሁን ደሞ ግብዣ አለ ተብሏል ለመብያም ለመሳሰሉት ተጠቅመንበት እንደዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ ካሉ
ከዛ ውስጥ በጣም ለዲን ለተለያዩ ትምርቶች مناወጣቸው ሰዓቶች በጣም ትንሽ ናቸው ስለዚህ እኔ ከወዲሁ የዛሬውን የንያችን እንት ንያ ማስተካከል ከሚለው በቃ ለመማማር ዲንን የኡነተኛ አረዳድ ለመረዳት እስልምናይ ጋብቻ እንዴት ነው ትክክለኛ ሆነ ጋብቻ እስላማዊ ሆነ ጋብቻ እንዴት ነው መረዳት ከቁርአኑ ከሐዲሱ እኡነተኛ የሆነ ህይወት እንዴት ነው በእስላም ከጓደኛ ጋር በተያዘ ስራ ላይ በተያዘ ገንዘብ ጋር በተያዘ የመሳሰሉት ነገሮችን ቀስያልን በተለያዩ ሐዲሶች እንዳልኳችሁ እናካካቸዋል ዛሬ መክፈቻው የንያውን የነካ ነው እሱንም ገና አልገባውበትም ምክንያቱም وانما لكل امرئ ما نوى يميلو ደግሞ ራሱን ይቻለ ያንዳንዱ ሰው የነየተው ነው የሚያገኘው ሚል በዛ ዙሪያ ላይ ስለ አጅር እናወራለን አጅር ማለት ነው እንዴት ነው የሚያገኘው መሳሰለው ስለ እሱ ስናወራ ቀጥሎ ምን ይመጣል ስለ ሂጅራ ይመጣል ስለ ሂጅራ ስናወራ እኛ ስደተኞች ነን የስደት ህጎች የመሳሰሉት ነገሮች እናወራለን እዛ ላይ ስለ ስደት ራሱን ይቻለ ባብ ነው በጣም ሰፊ በጣምና በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ናቸው አንዳንዴ يعني من البات بزو عندان دغروش بتاعه موسن يالبننا ازيو تمستو يايتن انديني بدرج يالبت يملاچو ليهون يشلال بدين گودالي سلا هجرا ويم سلا سدت اسملكتو مناوراچو مالا سلازي يعني يان هلو لما ويايت لما نغاغر اونغنيا سوش لما هون يجد منيت يالبن ان شاء الله الله يوفقك سلازي حساب مالك نيه بلو مالك يوسطاوي هنا اند تمر ويم اند አንድ የተክል ፍሬ ናት ውስጧ ከዛ በኋላ ላይ ነው ተመስርቶ ያቺን የዘራናት ነገር ያበች ልክ ዛፍ ቅጠልና የሚሆነው ማለት ነው መሰረት ነገር ያ ነገር ሲበላሽ የተለያዩ ሰዎችን ፖለቲከኞችም ይሆኑ ምንም ይሆኑ ማንኛውንም ሰው የደረሱበት ቦታ ለዙልምም ይሁን ለኸይር ነገር ያደረሳቸው ያቺ ውስጣቸው ያለች የመነሳሽ ያነሳሽ ነገር ናት ያቺን አነሳሽ ነገራችንን አላህ አርገን يا الله ان في تعرفن كذا وهلا الله كله نغير يمشلنا بمجرشه نياو بتككل يال هنا سو نو ميلوت علماءو زي لا انساسو تككلن يال هنا سو الله دنيام لا اخرام لا يوفقهم سراو سيساكلت ايتاي ميلال يفلغه دغمو لا الله بلو يتنسو سوچن دمو يفلغه سوچ አገነስ ተነው እሱን ለመደብደብ እሱን ለማጥቃት ለማሸሽ ለማሳሰሉ ቢሞክሩም እንደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለማባረር ከሀገር ሞክረው አላል ግን አይችሉም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አብራቸዋል ወላሁ ያሲሙከ ሚነ الناس አላህ ከጎንህ ነውና ምክንያቱም ስለዚህ ንያው ከተስተካከለ ሁሉ ነገር ዱንያው ምንም አብሮ ይስተካከላል እና አላህ ንያችንን ያስተካክለው አላህ ምን ተቃቀም ሰዎች ያደርጋል ብዙ ነገሮች ኢንሻአላህ ምናልባት ከዚህ ሐዲስ ላይ ለነማማራቸው ምን ይችላል ይመስለኛል ኢንሻአላህ تعالى እንደው በአንድ ጊዜ አንድ ሐዲስ ምንና ይመስለኝ ነበር ሳስበው ግን አይመስልም ምናልባት ኢንሻአላህ ስለ ሂጅራ አንድ ቀን ስለ እንትን አንድ ቀን ስለ ሌሎቹ አና ነጥቦች ደግሞ ከሐዲሱ ላይ የተወሰኑ ኢንሻአላህ ያነሳን በሌላ ጊዜ እንወያያለን ላሁን በተነሱት ሐሳቦች ላይ ጥያቄ ያላችሁ ካላችሁ ኢንሻአላህ በንያ ዙሪያ ላይ መወያየት እንችላለን ኢንሻአላህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ና ኢንሻአላህ የኔ ጥያቄ ያው መጀመሪያው 40 ሐዲስ ላይ ያለው እንደ ማማር ንያ የሚለው ሐዲስ ያው የተነገረ ስለሆነ ነው ንያ እንደተነገረ ነው ግን ንያ በውስጥ ነው ያለ ሰውየው አክሽን ሲያደርግ የተለያየልና አንዳንድ ሰው ሲጠይቀው ነው ንያውን እኔ ነው በልብ ውስጥ ነው ያለ ስለዚህ አጠይቀኝ ብሎ በአክሽን ስታየው ሰውየው የሚሰራው ከሚለው የተለየ ነው ግን ይሄን እንዴት ታደርጋለህ ብለህ አንዳንድ ሰው ሲጠይቀው ነው ንያ እኔ ነው ማቀው ውስጤ ስለሆነ እሱ ላይ አትግባይናልና ይሄ አንድ ለምሳሌ ማለት አንድን ሰው ያኔ እኛ ጀጅ ምናረገው ሆነ ምን ነጋገረው ከንያው ጋር አይደለም መጀመሪያው ነው እኔ አሁን አንተንም እኔ እኮ ልብን አልጠየኩም ነው ልትለው የሚችለው የመጀመሪያው መልስ ማለት እኔ ከልብህ ጋር ግንኙነት የለኝም ምክንያቱም ፊልለፊት የማየውን ነገር ላይ ብቻ ነው መነጋገር የሚችለው ለምሳሌ እኛም እንደ ዳዕዋ ማለት ነው ስለ ልቡ መነጋገር ራሱ ነውር ነው በስልምን ነው እኔ በጣም አደራምላችሁ ወንድሞቼ ብዙ ጊዜ ስለ ኒፋቅ ሰዎች ያወሩ ሰማለሁ በጣም ነው የሚገርመኝ እኔ እንኳን እኛ አላህ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙናፊቆችን አጣቃቸው ይላል አላህ እኮ ነው ሚላቸው ላ ተዕለሙሁ ነህኑ ነዕለሙሁ ይላቸው አንተ አጣቃቸው እኛን እናቃቸው አይደል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዛ ከሆነ እኔና አንተ እንዴት ነው እናቀው አንድን ሰው ሙናፊቅ ነው አደለም ብለን ምናቀው እንዴ
ስለዚህ አንድን ሰው ሙናፊቅ ብሎ መናገር አይቻለም አንድን ሰው ሙእሚን ብሎ መናገርም አይቻለም አህሲቡሁ ልትል ትችላለህ ኢማን ላይ ሲሆን እንደው እገምተዋለሁ በሚያደርጋቸው ነገሮች እንደዛ ገምታለሁ እንደዛ እንዲሆን እመኛለሁ ማለት ትችላለህ ግን በርግጠኝነት ግን ከለይ ሙእሚን ነው ማለት አይቻለም ይህንን ለማሳየት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ላይ አንድ ጊዜ አንዱ ሰሃቢ ጂሃድ ላይ በጣም ጥሩ የሆነ አክቲቪቲ ስለነበረው ሰሃባዎቹ ያደንቁት ጀመረ ከለይ በቃ እንደሱ ምንም ጀነት ሚገባ ባሁን የለም ይያሉ በጣም ያሰሩለታል በኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲ ለትምርት እንዲሆናቸው እሱኮ የእሳት ነው አሏቸው ደነገጡ ሰሃባዎቹ እንዴት ነው ብለው በኋላ አንዱ ሰሃቢ ይላል ተከታተልኩት ይላል ይሄን ሰውዬ ተከታተልኩት አለ እስከመጨረሻው ምን ቢያደርግ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት ምን መጨረሻ ላይ ሳየው አለ በሰይፍ ተመት ወድቆ ነበር አለ በወደቀበት በጣም ስቃዩ ሲበዛበት ራሱን ገደለ አለ የራሱን የሆነ ቦታ ቁርጥ አረጋትና ራሱን ገደለ ስለዚህ ራሱን በመግደሉ አላህ ያው ቅጣት እሳት ሊያስገባው ነው ማለት ነው ምናልባት ዘላለም እሳት ውስጥ ላይሆን ይችላል ግን ቢያንስ እንደዛ የተወራለት ሰው አልሆነም ማለት ነው ስለዚህ አንድን ሰው እንደዚህ ነው ብሎ መወሰን በጣም ከባድ ነው ፍጹም ማይቻል ነገር ነው ትክክለኛ ሙስሊም ሊያረጋው የሚገባ አይደለም ስለዚህ አክሽኑ ላይ ግን سنመጣ በርግጠኝነት ያጠፋው ነገር ካለ ያንን ጥፋቱን ወስደን ይሄ ጥፋት ነው ከዚህ ሐዲስ ጋር ከዚህ የቁርአን አንቀጽ ጋር ይጋጫልና ባክተው ተብሎ ይመከራል እና ከንያው ጋር ግንኙነት የለኝም ነው ይወቅ የፈለከውን አስብ ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ሴቶችም ይሄን በጣም ሴቶቹ ጋር አለ አንዳንድ ሀሜታ ያርግብኝና ይሉና ይጀምሩና ያማሉ እንደዚህ ማለት ሆነ ማን ነው የሚሸውዱት አላህ ወአለ ወንዶችም አሉ እንደዛ የሚያረጉለት ሀሜታ ያርግብኝና ብላ በደንብ አርጋ ሙልጭ ታረጋለች አንዱ ወይም አንዷን ስለዚህ ይሄ ሀሜታ ያርግብኝ የሚለው እንደ ላፒስ መጀመሪያ ይጎዘጎዛል ወይም ይጠቀሙበት ከዛ በኋላ ይሄ ልክ ይሄ ተራ ነገር ነው እና እኔ ግንኙነቴ ከሰራው ጋር ሰራው እንደዚህ አረክ ስለዚህ ይሄን ስራ ላይ ሌላው ግን ያመካከር ስርዓታችን ላይ ሰዎች እዚህ አይነቱ ሲስተም ውስጥ እንዳይገቡ አመካከር ስርዓት አለው ያመካከር ስርዓታችን ምን መሆን አለበት አንደኛ ብቻውን መሆን አለበት ምክንያቱም ሰውን ማዋረድ አይደለም አላማችንኛ ሰውን ሰውየውን ማንኳሰስ አይደለም አላማችን አላማችን ከዛ ነገር እንዲቆጠብ ነው ትክክለኛ አላማችን ስለዚህ አንድ ጥፋት ያጠፋን ሰው ካየን ሌላ ቦታ ምንም ስለሱ ማንሳት የለብንም ሀሜት ምናም ነው የሚሆነው ስለዚህ ትክክለኛው አቋም እንይዘዋለን ይሄን ሰው ይሄ የምታረገው ነገር ልክ አይደለምና ከቁርአን ከሐዲስ ከዚህ ጋር ስለሚጋጭ እባክህን አታርገው ነው በዚህ መልኩ ነው መሄድ ያለብን ይሄን እንቢ ካለ ኦኬ ይሄ ነው ይሻለው እሱን ያዘውት ያለ ጥያቄ ኦኬ ማሻአላ ጥሩ ስለዚህ ይሄ ነው የመጀመሪያው አካሄድ መጀመሪያ እሱን በአካል መምከር ነው ይሄንን ካልተሳካስ በአካል እንዲ አርገ ነው አሁን እንዳልነው የተለያየ ምክንያት የሰጠ ዞር በላለ እንደዛ ካለ ምን አልባት ሊሰማው የሚችለው ሰው አለ ብለን ምናስብ ከሆነ ዓሊም ወይ ሆነ ሰው በጣም ቅርቡ ሰው ለሱ መንገር ይችላል ቃዲ አንዳንዴ ስራው ለምሳሌ በጣም ከባድ ይሆንና የግድ ወይ ፖሊስ ወይ ቃዲ ካልሆነ ማስቆመው ስራ አለ አይደል እንደዛ አይነት ከሆነ ደግሞ ወደዛ ሊተላለፍ ይችላል ከዛ ውጪ ግን ባሉ ሲስተሞች ውስጥ መግባት በእስልምና ትክክለኛ አይደለም ማማተም ይሁን መሳደብም ይሁን ማንቋሸሽም ይሁን ወይ ሄዶ ምንድነው ይባለው ማሰራጨት ስለሱም ይሁን ነውር ነው ሰላም ረህማን ወሪ ያቄ ቅድም ስለኒያ ወይም ዛሬ ዑንዋኑ ስለኒያ ነው ናም በዚህ በኒያው ላይ ምን ጠይቆም ነገር ወይ ኒያው መሆን አለበት ዛሬ ለማናገር ነበር ነው ቅድም ቅድም ኢማሙ ሻፊዒ ተናገሩት አንኒየቱ ቀልቡ ሸይ ሙተሪ ነው ካይሊ ወአህሉ አልቀልብ ወተለፉዙ ቢሃ ሱና እቺ በልጅነታችን ጊዜ የተማርነው ነው ና ብዙዎችንም ኢማሙ ሻፊዒ ነው በሚንከተረው ና ለዚህ እንግዲህ ለዚህ ለኒያ አህል መዘቦቹ አራቱ መዘቦቹ እንደ የእስራቸው አስቀምጧል እና ብዙ ሰዎች በዚህ በኒያ ላይ እንለያያለ በአራቱ መዘብ እንለያያለ ይሄንን በምን በነገት ይችላል ሻፊዩን ብቻ ነው ወይስ ሌሎችስ ደሞ ሌላ ተጨማሪ ነገር ያንዱን ብቻ ነበር ያነሱልን ናም ይሄ ደግሞ ለዚህ እንደዚህ ነው ብሎ ነግሩን የተሻለ ናም ዛከላ ኸር
إيه أنا ياو وانا تكرت هنا برو من دنو مالتنا نية وانا كالله جار سبحانه وتعالى بتهذا كإخلاص جار تهذا نو يميلنا جن أتجابا برولاي قد من دالنا النية قصد شيء مقترنا بفعله بلنا مالت كسر أو جار بتهذا يمنا درجو كرت أني وساني نو بلنا كذابوا هلا قدم عون الشيخ أحمد عند تكسلن والتلفظ بها سنة إلى اللوبة شافعية يفيك مذهب لي والتلفظ بها سنة من مالتنا يهن النجار عدر قال له بلو دقمو بملاس من ناقرو سنة ناوي لالو أوكي ليلو تشو قاسن مت عدقمو إمام مالك قاسن مت عدقمو إتشنو قال النية قصد شيء مقترنا بفعله لنا والتلفظ بها بدعة لالو من مالتنا بملاسو قن من ناقر بدعانو لالو إيه أستساسب لك بالفو قزي من البات ينبرات شوندو موشاشن سلت أقور ما بس يتلا يو أصابو شن ننبرو نقر يا شون نبر إمام الشافعي إيشن بيتشا ما بس كابس كم يبك علي لالو لمن الله قرآن له قرآن له من فامسحوا برؤوسكم نيالو ندزي يالن بليلة وحديث لا يدقمو نبي صلى الله عليه وسلم ندزي نو بميلو ليلو تشو مزهب وشنو مولونو بلوال سلازي إيه يفيك أقود دايم إمام الشافعي كيتا متوت إيه نو تلقونا بي كيتا متوت لميلو زنبلونو إيه نقر يالوت لا هل مذهب وش بتلي إمام الشافعي حنفي منا بتقام تنقاك وشناتشو كقرآن كحديث كمسا سالوت يهونا منش ساينو راح تشو زنبلو عينا نقرون بتام فرها الله كمونا تشيت نسامة لازيه منو بعلماء تشو زند نمسالي دانا شيخ ابن باز بكر بقزيك نباروت دانا شيخ عثيمين رحمه الله ليلو تشم علماء تش باتفاق من دنو ميلوت كمذهب تش كاراتو مذهب عندون تكتلو يموت سو إن شاء الله خير لينونو ميلوت نيو تروس كهونا درسو يوم إيه يعني ما نمسو لأو قومي قبانا قرم نجيك لي عن شافي مذهب سلة كتلك قنال قبتها لأن لهم هي يعني كعلم يتأدى سونهم ميلا وهم علم لا يتقرها لبت سون سلازي ودنتنو بمن متعبت وقت ودزي تشينية حكم لي بمن متعبت وقت إمام الشافعي يهنن أنديلو يا رقات شون أقر من دنو نبي صلى الله عليه وسلم قالوا نبي صلى الله عليه وسلم حاج بميادر قبت وقت حاج لاي لبيك اللهم عمره بلو ينيتو نبرا دمسات شون شوك هذا الرجال قبطوا شوان استيلة هون من هذا الرجال نينيا لبيك اللهم عمره بلن نو كذا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك هون كلها شون الله حج وفقك نا هنا نمثلو الله يرجعك آمين هي بتأم حج لا كم ياس دستو نقرن هنا مالت معنا هون بدم باوكو منام مالت إن شاء الله حج لما دك ضمن الناس ثابته وكدمو يحج قد لا تمام رده دال هذا لا إن يه نبي صلى الله عليه وسلم يا رجوتنا ونا نيا كم يتناكرون جرنا بلو كزيشنا ويوسدوت جن ليلو شو لمن بيدعلو مالت هي نجر إن ده تفترونه تفتر عن ديس نونجي إن ده سنة تدرجوا لي وسدا يجبا ما لمن نبي صلى الله عليه وسلم بمولو سنة شون سنفتشوا حج لا يبتشار يا لوت سلازي إن أنت بحج لا يبتشار جونجي صلاة لا على الرجوت هلو هنا وق سلازي هي فيك هقول داينو هنا نوسدو إمام الشافعي نجر ياسك دنيان سلازي هنا نو ما درجوا يميل سو كلا يراسو قول داينو أي خالقن أنا أهون بنكر قاتشون إن أنت وصانع شون من ليون ديفيشل بتأم مجمعتي شال أعلم إمام الشافعي هنا نيانوت جن كذي قاربته يا زدقبو بتأم إمام الشافعي نعنت معنى وسدو سايهون عندان لكزي بتأم ليلة جنكة تسمي قبوس وش دقموال من دين نوسو لمسال الله أكبر إلان الله أكبر يا لو راسو تكلنو على اللي ميلون يتهد درا هي كنية قابت هاز نويتو راسو سي نويتو قومو بتأم بزو يتشقر هذا شوالي هي اللبت عندان لسا وسواسو سي نويتو وصال لي بلوال بتكل على لب يا أرزموات هل على رزمم أتا تسيل أن أنو بتأم بزوج من رب شنالة كقول ناچو مچو أت التحيات شدة اللات سلازي السوان ما درج قلبي إيه كان يجا عندك زي عند دا دولة ما كتير درج شو أيوة ولا تسأل ليه وش دزي كقول ناچو نيسا قالوا ولا تيسا سكالو لا من ترى ناسك أشوف ولا استيقظ أشوف مرالو إيه كقول ناچو نيسا قالوا ليه نو ميسا يسوي ينو ميسا كلا لا عندو لا من يلوال الله زيل على من هو نو بيسا تيجي كوا
فريسيون بدن بارقت المسألة ما أنش على الجوان بلوتنا لك نية وبدن على متع عندها لو سون ده تشجره نا عند إذا عينت عينت سميتها لا شو سوتشال إيه إيه بمولو مراك على بنا إيه وسواس يبلك وسواسنا عندنا شن تبيت جبتو بزوها ميفاج الله لا نزه عينت نجاروش إيه عند إذا وكنية قريت يا زونا شو هنا جن عند إذا متشان أنا جن يمي جبنا دلنا جن عند إذا سيقوم صلاة لي مسجدو ظهور نوم هنن بعلماء ما كلمت شرع شوال مدام بزو علماء شرع ميحسبو صلاة النوم مالت عون ظهور نوم مسجدو عصر نوم لمثال عندندي يا ايروص ابا يلوت وت يلبهنا سجدة لك تتشرس ظهور نوم عصر يسجدكو ميطفى بغيزال عندندي اندي هنس درجة كدرس كنيا شجر علبت مالت قلت انا بلي ظهور صلاة نو يسجدكو بتككل ارغطنيا مون علبت صلاتنا زورنا يسجدكوت عصر صلاة سيون عصر صلاة يسجدكوت بزي درجة بدم بلباتشنن بدم ماستر آخر جن عراتناو قبلاو ودهزينو منام بلو ملفلفو بقف يعني جن نياون جن بقفو بيلوس نمسالي عندسو لو صلاتون ظهورنا مسجدو بلو عندسو بينا يتكن قدم اندالنو نقرو أصل اللو كميل كإمام الشافعي مذهب وسدو بزا منفسكه هنا بتاهم يعني انديت نو من شكن بتنا اندي نو بلان سويون مبتدع نو من اللي بالدرجه عين الله قدام ممكن مساله فقه نو على بلزا ليلام قداوتش قالو اندي من جباباتشو مثلا مثال يصغور ما بس بالفو مثال يسطتشاتشو قالو سويو مولون كالابسكو بقى كسنه وتوال نلو نو السجدكم شراش لنلو نو سلازي صلاه ما سجدم لنلو بفقه درجه سلازي بفقه درجه يتنشراشرو قداوتش يا حساب ليونتوتش هونو يقرالو ከዛ ሰውየው እኔ በጣም ማስተውሰው እቺን ነገር ካልኩ ነው ማለት ዙሁር 4 ረካ ሚለውን ማሰብ አለብኝ ብሎ ያቺን በአፉ ቢያጠናክረው ችግር የለም ግን ሰው እንዳይረብሽ ወላ ደግሞ እንዳልኩት ቅድም ያይነት ወስዋስ አላህ አላህ ያለ በጣም ተኑን ሲል ነውይቱ ሚለውን ያጠበቀ መኖር የለበትም በጣም ነገሮችን ከሐሳባቸው ጋር ባራቀ ሁኔታ ነው ማድረግ ያለበት ግን በዑለማዎች ደረጃ تككلنياونا بابزانياو اهون علماءوچاچن بتلاي محقق ميبالوت كحد كمحدثوچ هول وسدو بدن بيارطارو يالوت سوچ يهنن نغر بايلو نو ميمرطاو نا بدعا نو كميلوت وگنوش گارناچو بابزانياو مالت نعم السلام عليكم انما الاعمال بالنيات الذي متفقال مسلين نبر انستاندي كنا ነገር በጣም ከባድ ነው እንዳልከው እንዳስተማርከን ኒያን ማጣትና ማስተካከል ቀላል ነገር አይመስልኝም እንዴ እንደማስበው ደግሞ ከሰውየው የዲና አንደርስታንዲንግ ጋር አብሮ ቢመጣ አይመስልኛልና ምንድነው what's the step stepu ይሄንን ወደዚህ ደረጃ ለማድረስ ና ኒያን በጣም በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው ወንድሜ ያሊ እየጠየቀው ኒያን ለማጥራት ወይም ኒያን ለማስተካከል ከሚጠቅሙ ነገሮች አንዱ ዕውቀት ነው የመጀመሪያው ማለት ብዙ ጊዜ ለነገሮች ዕውቀት ሲኖረን ዲፕሊ ለዛ ነገር ጥሩ የሆነ አመለካከት ይኖረናል አይታችኋል አንዳንድ አሁን ለምሳሌ የሪኦተ ነገር የሚከተሉ የሆነ ሪኦታ ለሚከተሉ ሰዎች ስለዛ ነገር ዲፕሊ ያነባሉ ጥልቅ ብለው ገብተው በደም ይቀምሱታል ውስጥ ከገባቸው በኋላ ለዛ ነገር ይሞቱለታል ስለዚህ አሁንም እስልምናችን አለል خفيف ይሄ ዝም ብሎ ወደም ሳንማረው በሚሆንበት ወቅትና በደም ብግን ተረድተነው እንዲ ነው ሰሃባዎቹ ለዚህ ነው እንዲሆኑት ብለን የነሱን አንደርስታንዲንግ ለማምጣት ባለን አቅም ከተፈጨረጨረን የተፈጨረጨርናተን ያህል ንያችን ተጠናከራለች جاهل በሆነ ቁጥር ንያው እንደዛው እየተበላሸ ይመጣል لذين اول امثال على اعراب اشد كفرا ونفاقا الى الله القران من مالتنا اعراب مالت قطر اكباب يالو سوتشنا مصحف ما يدرساتشو قران ما يدرساتشو نبي ما يدرساتشو ملكت بقى ما يمطالاتشو الله بتام يراقو مالت كانفورميشن يراقو مالت كاوقات بتام يراقو اندنزي سوتش لمتالل بتام قربناچو هدو عندو طرو بلاس كالو بدم يشوداچو ለዚህ ነው አንዳንድ የፖለቲካ ሰዎች ገጠር ሄዶ ነው የሚሳካላቸው ለምን ህዝቡን በሆነ ነገር አድርገው አጭበርብረው የሆነ ነገር ብለውት ሰማን ተራም ብቻ የትም ይሁን ዓለም እንደዛ ያደርጋሉ ና ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም የኔ ጥያቄ ጸጉር ሲታበስ አንደኛው መስሐብ ቢድዓ ነው የሚል ነገር ላላ አላልኩም
سلا تقول هذا لم يالكوت سلانيه نعم لا مزحابو شو بابزانيا ورسول الله عليه وسلم يتكبروا النجر ويسكمل نعم نعم بنجرات شلاي ليلا وسلابي دعاء دمو عند زد شلاي نين بتردو اسم فلقو نجار الله سلابي دعاء راسو عنده بدعاء سبال بقى قالوا بتشاتوس دو بتريه وبتعم عندك هبال ميوسد بتوني تعالى بدعاء راسو درجة له بدعاء راسو درجة له ببدعاء درجة كفر الله كفر هنا بدعاء لمسالة بالله قد دايلاي بدعاء هنا نجار من نجارنا لبتوعشون كشرك جابت هذا بدعاء هنا نجار مسراتنا بتنشو بفكر درجة وين بعندان قداش لدرجة بدعاء نجار وش المسرات ولا توانجلات شو عندنا لهم عندنا وش وانجل ما يدلون بتم أنسى وأنسى ومالت لبتوعلا سامي سلازي لبدعاء يلن أما لكاكت عند زامه هنا اللبن لكن ده شرك لمثال الشرك هنا كسلمنا مياوت أولا شرك هنا جن كسلمنا مياوت أولا شرك بلاو نبي وتارتوتال كفر بلاو تارتوتال جن لما كفدنا نجارون بتام نديت أنا كلام أدرج يهلناو نجي شرك أصغر بالال أصغر مالت بتام تنشيو نشنا كسلمنا ما يوت أو درجانو سلذي بزي درجة understanding عش من البات الله قال ولتني وحديث يا 40 النووية ولتني وحديث لله قال الرسول ولتني وحديث سنمر سلا الله سنمر السنة جر بدم باستمراتشون إن شاء الله سلا سنة الناس سنمر شهادة أن محمدا رسول الله سنل بزالين وهي مكاتته بدعة سنة ما ميلونا جروج سلاسو إن شاء الله بدأ من المال لنا زاري استاك on نية نية لي استاك النار إن شاء الله السلام عليكم إن شاء الله أستاذ جمال جزاك الله خير يعني أنت جاك إنه نية لنا إخلاص بدل ما نكذب عاود سنة مار ما شاء الله ما شرعا ترجمون سنة يوم ما نقرأ نجمه أصابن كسرانا ما قرانيتهم. نعم. أهون يعني تيجي من دونه إخلاص من الراس هو كنيجا كهالو يعني نتمنى لما تدنيه يعني بقت ممكن أنت ما سب بتشار راس هو كهونة سولف كسرانا أرجو كقرانيو إخلاص كليلو ما لتنو. نعم. إنديت فيه إنديت تايل ولا توما كنانيت بتشار بمن قرانو إذا ما نفلك. نعم. بعزوة نيجا يميلو كهالو. قدم بالنا يا مصطلح الترواغو وده اخلاص ميلون ميوستر اخلاص مالتنا ترجمه اخلاص مالت من مالتنا استساسبا لا الله بتشا ما طرات مالت لذلك نيه راسه من هنا ترجمه اخلاص هنا مالت ترجمه عندهم بالقران لا نيه ميلو قال يلم قران است بمولو نيه متلو قال يلهچم الله يتتكمو بنيه ميلو فانتا حج ميلاله سلا انتن سلا حج بمنا ورابت وقت قصد ميل تتكمل عزم ميل تتكمل قران لاي عزم مالت وساني مالتنا وان عزم الطلاق وان نوى مالتنا وان عزم الطلاق لمثال من مالتنا وندوج ميستوچاچون ويم سيتوچاچون لمفتات كوسنوا مالت كوسنوا الى لزال نا نوى تبلون ميفسروا مالت بقى علاماتو ادرغو يعني النجر كوسنوا مالتنا نا ايهنن قال تتكموتال سلازي إخلاص يميلونا إيه بتعم تهاجهوننا عبروا يمهدوناتشو سلازينو منا سراوننا إخلاص ميلون عند ليس تاجنا يوم نيون المالتنا سراون لسراوي كلال جن لا تلا يو ألام وشمون اللبات قدم لنا لهم لا تلا يو لا كبر لا مسالوت لا جنزب لا مسالوت إيه بمهون بات وقت يا إخلاص متبالوات أفاش تنكاش مالتنا جن إن شاء الله إهن بتلي وإنما لكل امرئ ما نوى يميلوا لي دمو بدل ما نشوف تشوفون ان شاء الله نعم السلام عليكم وعليكم السلام سيدي يا دمو هي انا ندي دي بيت كان في نيو يير تابلو مسياو كريستيان هون ايثيوبيا نوت يوم زجيت تاع يارغالو طغارغ اه انيا دمو ذا بوتار هيدن الناس نيا ليرا نو يي دمو نيا بس ወሻለ
اوكي ازي قال نوم عند بزاو يهورا نغر استاوس كين ازي قال عند لا ان شاء الله بري انت نلوالو نياي قدام وندم يطها مجمرى لي سيطيق نياي ليلا نوني ይሄንን ሳደርግግን እንዲ ነው የሚሉ ተግባርና ንያን ለመለያየት የሚሞክሩበት ሁኔታ ካለ አንዳንዶቹ ግልጽ የሆነ የመሸወድ ስራ ነው የተሰራለው ለምሳሌ እንደዚህ አይነቱን ሰው ምን ትለዋለ አንተ ይሄን ነገር ሽጭልሃለሁ ትለዋለ ግን በውስጥህ ግን አልሸጥኩለትም የሚል በታስብ እንዴት ሊቸገር እንደሚችል አስባይ ሰው ያሰብከው ሌላ ነው يلا وين ستيتشها لو بلو يهونا نكا ستاه قن باوستو قن اي هل ستاه بيهونا يتسمو اي تشكر ميسو وين والله ياله يهونا نقر قن والله يالكو لليلا نقرنو باوستي ليلا نقرن يالكو اندازي سووش بينوانوارو من يهونا نقرو تشونو يزبارك لك هاي متا قبتواتش والارن سلازي مون يال قن تلك لين يهونا لوجيك يهونا نقر قن ما انتعتي چلال بزي قد دالي مالت كشاري عوغا ميهر نقر با اسلام يال مالت እንደዚህ አይነቶቹ ነገሮች መጀመሪያ እኛ ብዙ ነገሮች አሉ ሐላል ሆነው ሐራም የሚመስሉ ነገሮች አሉ። እነዛን በትምርት ነው መማር ያለብን ገና ማጥናት አለብን። ብዙ ነገሮች አሉ ሐራም የመሰሉ ነው ያሉ ግን ሐራም ያልሆኑ ብዙ ነገሮች ደግሞ አሉ ሐላል ይመስሉናል ግን ሐራም ናቸው። ብዙ ነገሮች ደግሞ አሉ ሐራም ይመስሉናል ሐላል ናቸው። ስለዚህ እንደነዛ አይነት ነገሮች መጀመሪያ እኛ ማጥራት አለብን መለየት አለብን። ከዛ በኋላ ወደ እንትኑ በመንመጣበት ወቅት ወደ ዲቴል በመንመጣ ዛሬ ስለ ሃፒ ኒው ኢየር ለማውራት ዝግጁ አይደለሁ ግን ንያን ተያይዞ ግን በመንመጣበት ወቅት ሰውየው እዛ ቦታ ላይ ሄዶ በሚሳተፍበት ወቅት አይ አላማ ይሄ ነው ምናም ሳይሆን እኔ የምጠይቀው መሳተፍ ራሱ አይፈቀድም የሚል ከሆነ እኔ ጋር ያለው ማስረጃ አላህ ቁርአን ላይ ለምሳሌ ወላ ይሽሃዱና ዙር ይላል። ዙር ማለት ማንኛውም የተጨረበረ ትክክለኛ ያልሆነ ነገር ጋር አይሳተፉ ማለት ነው ቁርአን። ስለዚህ ግልጽ ሆኖ አስቀምጦታል ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ መሳተፍ የለብህ ነው የሚለው ሐዲሱ አይ ምንም ይሁን ሐሳብህ አንተ። ስለዚህ ይሄ ነው መልሳችንም ይሆነው ግን ወደ ዝርዝር ስመጣ ግን እዛ ቦታ ላይ ቢሳተፉ መውሊድ ለምሳሌ ምንድነው የልጅ ልደት ላይ መሳተፍ ጉዳይ በተመለከተ ሌላ ብዙ የሚነሱ ነገሮች አሉ። እነዛን ዲቴል የኡነት እውቀት ከሆነ ምንማረው ተመረ አምጥተን ሐዲሱን አምጥተነው የቱ ጋ ነው ሐራም የቱ ጋ ነው ሐላል በደንብ በግልጽ መማማር ግዴታ ይሆናል ብለ ና እንግዲህ ወንድሞች እህቶች ይሄ በንያ ጉዳይ ላይ ለዛሬ ልናይ የሞከርነው انما الاعمال بالنيات የምትለውን ቃል ንያ የሚለው ቃል ትርጓሜው ከአረብኛ አንፃር በእስላማዊ አገላለጽ እንዴት ይታያል የሚልና በአጠቃላይ የንያ ጉዳይ ያለው ክብደት በእስላም ምን ይመስላል የሚለው ነው ለማየት የሞከርነው። በቀጣይ ኢንሻአላህ በዝርዝር ሌሎችን የሐዲሱን ክፍሎች ለማየት እንሞክራለን። አላህ يزاسو يبلن اسكذاو درس الله سبحانه وتعالى بسمانو يمنسرا بتناغرنو يمنسرا سوچ الله حضرغن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.